اهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقه جديده من برنامج ابشر. اليوم احنا في احدى المناطق الموجوده في جانب الرصافه في بغداد. ليش؟ جينا نشوف الحشد ايش يشتغلون. مستمرين الحشد، عطاءات مستمره. قدموا دماء، قدموا شهداء، قدموا جرحى. وخلال الفتره اللي حققوا بيها الانتصار، طبعا مو بس هم، القوات الامنيه كلها، وانتصر العراق على الدواعش، ما خلوا شيء مسوي. تبلي رحلات، خدمات، جهد هندسي، حتى بكورونا حملات، حمله وعي اتذكرها كل زين. بالتالي مشاهدينا الكرام، احنا جينا هنا نصور مثل ما صورنا في منطقه الثعالبه وصورنا في مناطق اخرى. نريد نشوف هاي المنطقه شو اسمها، وين، وش يسوون بالضبط. بس خلينا نسال الحجاج هنا، الله يحفظكم. السلام عليكم، شلونكم عيوني؟ شلون الصحه؟ مرتاحين ان شاء الله؟ شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ صباح الخير، الله يحفظك، الله يخليك. استريحوا استريحوا قلبي، استريحوا. شلونك حجي؟ يا مرحبا حجي، بلا زحمه عليك. هاي المنطقه شو اسمها؟ حي الكوفه. حي الكوفه، وين صايره بالضبط؟ صايره جانب الرصافه، منطقه حيور، بين كسر وعطش، بين حيور والمدينه. كسر وعطش، ممتاز ممتاز. زين، بالتالي هنا دا اشوف اليات الحشد يشتغلون وتبليط وكذا. فانت شنو رايك؟ مشكورين، منطقه احتيات ولا صارت مجاري ومي. والله هم سووا بس تبليط، لو مجاري ومي. مي كامل، مي ومجاري كلها كامل. صار لهم شقد يشتغلون؟ وايا صار لهم تقريبا سنه. ممتاز، ليش الصفحه كملوها؟ جيد والله. اكيد الاسعار اختلفت هم شوي، ارتفعت مضاعف صارت ما شاء الله. اي لا، اختلفت الاسعار، بس عايزين هذا الشارع شويه بس يتبلط. هذا وبرايك شغلهم ايش؟ انت متابع يعني ابن المنطقه، فمتابع شغلهم زين؟ جيد، كل مرتب. جيد مرتب وخوش شغل، مهندسين وكذا. مهندسين شلون؟ جزاهم الله الف، جزاهم الف خير. اي والله والله حيوه المنطقه، حيوه حيوه المنطقه. هم حيوا المنطقه الحشيد، لو حيوا العراق كله؟ حيوا العراق كله والله، دافعوا عن العراق وعن الوطن وعن الشعب. حجي شو تقول عن الحشيد؟ الحشد، إيه؟ الحشد هو نظر عيوننا. الحشد هو اي والله. زين، الحشد اول شيء خلصنا من داعش. العفو حجي، برخصك. حبيبي، إيه؟ خلصنا من داعش. إيه؟ وحاليا هسه هو الموجود، هو الحاضر بالساحه. نعم نعم. ودائما تصير هجمات عليه، ما ادري ليش. لو مره يطلعون حلوا الحشد، لو مره يحاولون ينتقصون من عنده، لو بالعكس بالعكس بالعكس. المفروض هم يعني هم قدموا شهداء وجرحى، يمجدون به هسه حاليا. مو المفروض يمجدون به الحشد. ايه؟ لان لو ما الحشد ماكو واحد بقى لحد الان هيك. زين، يعني شنو لو ما الحشد ما بقى واحد لحد يعني الان؟ لو ما الحشد كان جون الدواعش طبوا علينا. هو اللي قاتلهم، هو اللي قاتل الدواعش. طبعا هو اكيد ويا القوات الامنيه حتى ما نبخس حقوقهم. نعم، احنا ما نبخس حقوق شو اسمه. ولكن الحشد كان كلمته عادل الكفه، والداخليه، وزاره الدفاع والداخليه، الجيش مالنا الباسل. وبالتالي اليوم هم دي يشتغلون ودي يبلطون ومي ومجاري مثل ما قال الحجي. نعم نعم، مي ومجاري وكهرباء. نعمة، كانت كل شيء تغرق. يعني كانت هاي الشوارع كلها متروسه مي، مي وانقاذ. وهاي ارصفه هم سووها؟ نعم نعم، كلها هم. اي اي اي، شوارع ونعمة. وين نزلوها للنهايه؟ منطقه سداد طب اللي هناك، مو تقول على بالك حي الكوفه، عبالك منطقه راقيه حيل. ما شاء الله. اي والله، بسرعه نصورها ان شاء الله. ان شاء الله، الله يحفظكم حبيبي. تقول فد شيء، فد رساله لمن يحاول يقلل من قيمه ابناء الحشيد؟ مرات لا، احكي لي بقلبك. شنو تعبير؟ احكي لي بقلبك ابويا. انت يا عزيزي شو تريد تقول؟ نقول نشكر رئيس الوزراء، نشكر حكومتنا على هاي الالتفات اللي التفتوا على الناس الموجوده. وانت حجي شو تقول؟ انا اقول ايه، مشكورين وما قصروا، واحتيت المنطقة كانت غرقانة هاي، كانت ما حيطب لنا من تمطر الدنيا، ما حيطب البيت، البيوت كلها تغرق. نعم، ماكو واحد يعني يروح يباتون بغير مكان كل شتاء. إذن هاي المنطقة اسمها حي الفرات، كوفة. كوفة. حي الكوفة الثانية، حي الكوفة الثانية لو شنو؟
لا لا حي الكوفة. حي الكوفة. حي الكوفة. اللي هو بين حي أور والمدينة. مو؟ بالتوفيق. حبيبي. إن شاء الله تكمل هاي المنطقة. بجهود أبناء الحشد وتعاونكم. إن شاء الله. الله يحفظكم. مشكورين. الله يحفظكم عيوني. حبيبي الغالي. مشاهدينا الكرام، يعني حقيقة إحنا من نصور ونحاول جهد الإمكان نسلط الضوء على المنجزات اللي يقدمها أبناء الحشد. طبعاً أكيد من خلال القرارات اللي تصدر من أعلى سلطة بالحشد وبمباركة وموافقة وتسديد رئاسة الوزراء المتمثل بالسيد محمد شاع السوداني وحتى كابينة الوزارية. فمن واجبنا الإعلامي والإنساني والأخلاقي أنه نسلط الضوء على كل ما يخدم المواطن العراقي. فشفت الحجاج هناك قالوا تبليط، كانت هاي المنطقة تعبانة وضيت تعبانة، بس أشوف قدامي أكو يعني ملامح جديدة لما تشوف أرصفة وتشوف. على كل إن أريدكم تكونون ويانا مشاهدينا الكرام، خلينا ندخل هناك على الشباب نشوف ايش يسوون وراجع لكم بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. مثل ما تشوفون الاليات موجوده، واعتقد يعني هذا شارع كمل بقد بس هاي يعني القطعه الاخيره من عنده، والشباب هنا دا يشتغلون. نريد نسوي لقاءات وياهم ونشوف ايش دا يسوون وايش ما دا يسوون، ايش وقت اكتسبوا خبره، المهندسين شو يقولون، ولا هم دا يتريقون، بس احنا نحاول جهد الامكان انه نلتقي بالاخوه. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ ولا بدك تتريق انت؟ اي والله بالعافيه. الله يعافيك. اسمك انت؟ خالص. خالص هاشم. انس؟ خالص. 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 ايه. خالص منين انت؟ من دياله. شرف بيك. اهلا وسهلا بيك. ورده. الله يسلمك. دسمون انتم؟ هذا التبليط هنا حي الكوفه. ايه. ايوه شنو احنا بالخدمه حق الشعب الابطال. الله. الله يسلمك. زين انت صار لك يعني منين لك خبره بالشغل هذا؟ منين تعرف؟ والله دخلنا دورات و ايه؟ دخلنا دورات هواي عشر شهرين وعندنا خبره صارت مضبوطه. هاي بالاليات وهاي لواري. زين هذا ساعة بيش يبدي الشغل مالكم؟ والله الساعة بالأربعة الفجر. الأربعة؟ إي والله بالأربعة الفجر. إيه. نحل ساعة ساعة بالدعش. بالدعش بالليل نحل. إيه. بالعشرة ونص بالدعش نحل. إيه. إي والله. بالدعش بالليل. إي والله بالدعش. ما تستراحون؟ والله استراحة ماكو، نكمل هنا هاي الناس الطيبة تبليط ومي وحين في الخدمة. انتم مسوين مي ومجاري وتبليط؟ إي كنا حاضرات حاضرات لهم. آه. إي والله. إحنا بالخدمة. حلبة المواطنين. صار لك ايش قد بالحشد؟ وصار لي 4 سنوات. اه اي والله. الله يسلمك. احنا فخورين بيك وبيهم وبكل ابناء الحشد. والله بيك اكثر عينك. والله العظيم فخورين بيكم. بيك اكثر عينك. ايش قد صورنا بالمعارك يعني جرحى، بالله من وفي حقهم بالله العظيم. والله احنا بالخدمه، احنا جماعتنا على الساتر واحنا هنا نسوي احنا نبلغ. هذا هم يعتبر ساتر. اي والله هم يعتبر. هم يعتبر جهاز. خدمه المواطنين. لما نقدم خدمه للعوائل وتبليط وتحليل المنطقه من الصفر وتحول ملامحها الى منطقه ارقى، هذا جهاد. والله سمو حتى الاهالي كيفوا بينا. ايه. والله كيفوا بينا، هاي يوزع خيرات وهاي جبنا مي بارد وقاعد احنا بالخدمه، تحتاجون احنا بالخدمه. يا عيني. اي والله. الله يحفظك. حقوقكم شي، رواتبكم ماشي ان شاء الله؟ والله ماشي ان شاء الله، ما يقصرون ويانا. بعد ليش دائما يحشون على الحشيد ويخلونه من قيمته، ولو يطلع لنا واحد سياسي ما ادري منين حل الحشيد وما ادري شنو؟ والله هاي بس الاذاعات يحشون على الحشيد وهاي العالم تشعل الحشيد. هذا اللي يدمر البلد هذا والله. يدمر البلد والحشيد. هسه التبليط كان بلط الحين، بعد شنو يدمر الحشيد؟ اي والله. احنا بالخدمه. بس احنا الريوق مالتك وقع الطماطم هذا. يا عيني. اي والله. شايل الكلام قبت هوية وطارت الصينيه. ولو هو بقى بيها شيء قليل مو؟ اي والله. ايه. على كل مو مشكله، يلا ها هي. ها الريوق من يجيب لكم اياه؟ والله المهندسين. اه. مهندس محمد. مهندس محمد؟ ايه. وين المهندس؟ اريد اشوفه اسوي لقاء وياه. ايوه المهندس. تشيل الشوربه شوربه. لا خليه. هاي المهندس. وين المهندس محمد؟ مهندس محمد. على كل مشاهد الكرام. هسه اريد بس استاذ علي خالد لطفه من عندك بس يشوف الشباب هنا شلون. السلام عليكم، شلونكم قلبي؟ منو مهندس محمد؟ منو وداك عليه؟
تصوير هسه انت بالجو؟ شلونك؟ شلون الصحة؟ وداني عليك العراق. الله يحفظك. وداني عليك حبنا لكم. الله يسلمك. وداني عليك الدماء اللي قدمتوها. ان شاء الله يسلمك. وداني عليك خدمة للوطن. لا مو بس هيجي، رد الجميل اللي نحاول جهد الامكان نوصله للناس، نقول يابا ذولا ابناء الحشد قدموا وقدموا والمفروض ياخذون حقوقهم كاملة مو يحاربوهم. بالتالي يقدمون خدمات مثل ما حفظوا العراق هم وقوات الامنيه الاخرى وقدموا الجرحى والشهداء وبالالاف، تمام لا مو تمام؟ اليوم دا يبنون ويعمرون بمناطق العراق. ان شاء الله احنا خدمه للعراق. انتم شنو بس بغداد تشغلون ولا محافظاتهم؟ بغداد والمحافظات كلها حاليا عندنا بالسماوه، عندنا بصلاح الدين، عندنا شغل كل محافظه. اريدك تعرف نفسك للساده المشاهدين. المهندس محمد حسون. من شرفي. الله يحفظك. انت شنو مسؤوليتك تقع يعني شنو يعني صلاحياتك؟ مسؤول حي الكوفه. ممتاز. وحاليا بالمتابعه الهندسيه. اها. الله يحفظك. اي بمديريه الجهد الخدمي والهندسي تابع لهيئه الحي الشعبي المقدس. زين هاي المديريه ايش كم مهندس بيها؟ بها اكثر من 150 مهندس الى 200 على ما اظن. دائما انتم باجتماعات دوريه باجتماعات دوريه اجتماعات دوريه واقسام وكافه الاختصاصات من ميكانيك من كهرباء من معماري من مدني من اي كل الاختصاصات موجوده عندنا. الحمد لله شكل مشاريعنا يعني مو اليوم يعني من سنوات. اي زين هسه ممكن شويه سوالف لنا ايش جاي يصير هنا بالضبط؟ استاذ علي تعال خليك وياي انا بعد اذنك ساعه تعال تفضل. هاي المنطقة منطقة حي الكوفة تابعة إلى بلدية الشعب. زين. كانت من المناطق المحمولة ما بها كل خدمات. زين. مناطق ترابية لا مجاري لا ماء. أوكي. ضمن خطط السيد رئيس الوزراء. خدمة هاي المناطق. زين. عملنا كشبكة الصرف الصحي أكملناها بطول 10 كيلو متر. وشبكة الماء كذلك بطول 10 كيلو متر. من ثم بدأنا بأعمار الطرق من أرصفة بار كيربر والمقنص. خلي تمشي هناك بعد إذنك أستاذ علي تعال تعال ويانا تعال. وهاي المرحلة اليوم إن شاء الله ايه المرحلة النهائية من الإكساء الطبقة الثانية. ممتاز. صار الإكساء بالأسفل. هسه واحد يشوفنا يقول لك هذا مو خشته بيتكلك. والله احنا عندنا فحوصات وعندنا مختبرات وعندنا دائرة عندنا دائرة الإشراف. تعال وقف هنا. عندنا دائرة الإشراف وزارة الإعمار هي المشرفة على المشروع. فحوصاتنا كلها كاملة. وفحوصات موقعية ومختبرية موجودة عندنا. وإن شاء الله العمل كله طبق المواصفات. والجهات المشرفة هي تشيد بهذا الشيء. ممتاز. وإن شاء الله إحنا هذا العمل يعني خدمة للعراق. الحجي قبل شوي سألته قال عمي روح هناك أكو منطقة يعني المقابلة صار حي راقي. كمل. الاولى هاي يعني ترومينيو روح له روح له تدلع روح هاي الكوفه الثانيه. قلت لك ما كملنا الخدمات حاليا الطبقه الثانيه. صار الاكساب طبقتين، طبق الاساس 10 سنتيم. وهي الطبقه السطحيه من الاكساب 5 سنتيم. ممتاز. ان شاء الله على المراحل النهائيه لهاي المنطقه راح نختمها. زين هاي المواد منين تجيبوها وتشتغلوها؟ منو يزودكم بيها؟ من عده يعني معامل. من عده معامل حكوميه واهليه. وهاي تكلفتها كلها عليكم؟ يعني هو من ضمن فريق الجهد الخدمي. ممتاز. ممتاز. اللي هو متمثل منه الجهد الخدمي. فريق الجهد الخدمي الأساس مكتب رئيس الوزراء. ممتاز. من عدة وزارات ومن عدة بلديات. وفريق الحديد الشعبي هو أحد الأعضاء فريق الجهد. ممتاز. إدارة الجهد الخدمي والهندسي. ممتاز. أنت دا تشتغل وتجاهد بهاي المنطقة من خلال هذا عملك. أي. الله لا يقولها. قبل فترة قبل أيام صار خبر ويعني تأكد هذا الخبر أنه تم إطلاق سراح عدد كبير من الدواعش المجرمين الحسكة مدري وين على الحدود العراقية بين الموصل وسوريا. فما أعرف يعني ربما تنعاد القصة من جديد. فأنت شو تقول؟ والله ما إذا انعادوا وعدنا يعني إذا رجعوا هم وشيطنا إحنا واجبنا ندافع عن العراق ونكمل مهمتنا ندافع عن العراق. على كل أنا أشكرك جداً والله يوفقك ان شاء الله وراح نلتقي باخوه اخرين ان شاء الله. اوكي بس اريدك توديني على هاي المنطقه بدي اشوف بعد ما فنشته كامل. مرحبا استاذ. شلونك حبيبي؟ شلون الصحه؟ رئيس مهندسين اقدم مهندس محمد غازي فخري. نتشرف بك. احنا كلفتنا رئاسه الوزراء. بس على هنا حتى شويه اشوفك نازيه. نعم. نتشرف بك. اهلا وسهلا. اي كمل. احنا كلفتنا رئاسه الوزراء اداره الاشغال والصيانه مع الجهد الخدمي الهندسي والحكومي بمراقبه المواد الداخله بالعمل. ممتاز. كل المواد الداخله بالعمل الان تشوفوها من ماده الاسفلت
مادة الكونكريت، السبيس، الأنابيب المجاري، المنهولات كلها تخضع للفحص، ندزها إلى مختبرات. زين العفو أستاذ، بالنسبة للمجاري سويتوها شوي كبيرة لو هاي تصاميم عندنا احنا، ندز التصاميم نقول عدد نفوس المنطقه كذا، هل قد زقاق عندنا موجود، والمحطه وين موجوده اللي كم زقاق هنا بالمنطقه؟ لا لا كان 52 صاروا 54 زقاق، اضافوا لها صاروا 54 يعني زقاق. مو 60 زقاق؟ لا حاليا 54 عندنا اضافات من المواطنين اللي يجون يروحون يقدمون طلب لرئاسه الوزراء السيد مستشار شارعنا وسووا شارعنا وسووا، فاحنا نقوم ايضا ما دام احنا نشتغل هنا ناخذ الموافقات الاصوليه طبعا من ندزها كامر تغيير تجي الموافقات. 54 زقاق كلها مجاري وتبليل. من الصفر استاذ، انت لو تجي تشوف هاي المنطقه كانت كل قطع الاراضي يعني البيوت مكتوبه للبيع، الدار البيع ما تنحمل لا مجاري لا مياه، وثانيا طوبوغرافيه المنطقه كانت غير مسيطر عليها، يعني بيت صاعد بيتنا تعرف هاي مناسيب لازم نكون نسيطر عليها، فسيطرنا الحمد لله على المناسيب كلها وجتنا الخرائط وسوينا جدول الكميات، وجدول الكميات عدته نقابه المهندسين، واحنا دخلنا دائره الاشغال والصيانه من وزاره الاعمار والاسكان والامور تحت السيطره مثل ما تشوفون. يعني انت التقيت ويا الاهالي ما اعرف شلون قالوا لكم الاهالي، يعني انتقلنا من واقع خدمي. الاهالي يحبوكم هو يعني الحمد لله والشكر، واني لاحظت يعني طبعا من دائره مشرفه من رئاسه الوزراء هم الحشد الشعبي ايضا رئاسه الوزراء بس كنت جهه منفذه، لاحظتهم يعني متواصلين بيناتهم، القياده مالتهم اندر كنترول، يعني يشتغلون بالضبط بهدوء وباخلاص تام جدا ما شفته بحياتي، يعني من سبعه للسبعه يداوم كم مجامله بدون اني اذا اجامل اني اتاذى، لان اني مشرف على الشغل مالتهم، اي خلل بالشغل مالتهم اني اول واحد اتحاسب. لطيف. اي نعم. انت مكانك وين بالضبط؟ احنا رئاسه الوزراء دائره الاشغال والصيانه. ممتاز. احنا المقر انت كل يوم تقدم موقف يومي؟ لا احنا المقر العام في بوب الشام. انا افتر على اربع خمس مشاريع يعني الثعالبه انت هم شفتها؟ نعم الثعالبه هم شفتها، واكو بها اخطاء عالجناها. احنا مو بس فقط هسه، احنا ورا ما نكمل تجي لجان الاستلام، لجان الاستلام من اربع طبقات من 12 مهندس، احنا والبلديه والحشد الشعبي ورئاسة الوزراء. ممتاز. يعني هذا فشي حتى السيد ما شغل جديد هذا، قبل ما كان اكو شيء. نعم نعم، هو هذا متعرف انت الجهات العليا لرئاسة الوزراء مهتمه بمواضيع المناطق الزراعيه، كانت ما توصل لهم اي نوع من الخدمات. طبعا بالمناسبه وبعد هذا الشيء اللي حيوصل لهم الكهرباء، خبرني ابو الكهرباء اني قال حنصب اعمده جديده ونحط لهم محولات جديده. هي اكو اعمده مشاهدي الكرام. نعم نعم. بس بالشارع الرئيسي، اما بالفروع اكو ضفاير. خابرنا الكهرباء ايضا جهد الدوله وليس وزاره، بالتعاون مع وزاره الكهرباء ان شاء الله حتدخل هاي المناطق. ايش وقت هسه مباشره ورانا حتى نصورها؟ احنا عملنا متسلسل. هسه انت لو تلاحظ هنا هاي يسموها الطبقه النهائيه. الطبقه النهائيه طبعا الكوفه من المناطق المحظوظه اللي هي اخذت طبقتين تبليط، يعني لانه كان يعني المناطق الطوبوغرافيه تعبانه وكانت من اوائل جداول الكما سويناها طبقتين، يعني طبقه 10 طبقه 5 الحمد لله وشكرا. شو اشتغلتوا بعد مكانات؟ اشتغلنا منطقة السريدات. طبعا السريدات عبارة كان عن مبزل. مبزل طوله 650 شفتها من لان صورت ويا استاذ قابل رئيس. نعم. مهندسين. نعم. بوزارة الاعمار والاسكان. نعم. من جهة السريع مال محمد القاسم نهايته قال لي من هنا السريدات، وهذا روان ودز لي فيديوهات. هذه السريدات حي السرين وحي الرساله. السريدات هي ظهر التاجي. إيه شو سيطره التاجي؟ اي اي عافيه اللي كان بها قصب ومي مو قصب، يعني انا اقول لك قناه عباره عن عرض 4 متر وبعمق 2.5 متر. بين جاموس بيهم. نعم نعم بعد يعني انا حطيك فد مثل بسيط. احد اسعار البيوت اللي كان هناك 60 مليون اصبح هسه 260 مليون خلال شهرين. فانت قيس على هذه يعني قيس على هذه شلون المنطقه وصلتها خدمات. اي نعم مهندس محمد ارجع لك. مرحبا استاذ. هقرع عليك عادي. تحمل ايش تسوي انت؟ نريك تبليط الجير. ايه؟ مخدايم. نهل الشارع. شعب ايش اليوم طلعت للشغل؟ الاربعاء الفجر. الاربعاء الفجر تقوم متكاسل هيك لو من ورا خشمك لو تقول لا والله لا اريد انجز. انجز عملنا ها شغلنا واجبنا هذا. ناس شلون تتعامل وياكم؟ زين طيب يعني احنا جايين نخدمهم. ايه؟ مصلحتهم هاي شيء. ايه؟ انت مرتاح بشغله؟ مرتاح ماشي الامور؟ طيب الحمد لله اشكر الله يحفظكم ان شاء الله. شو وقت صرت بالحشد انت؟ انا من الفتوى. من الفتوى؟ نعم امس. الله يوفقكم ان شاء الله. قلبك الله يحفظك. طالب فشي حقوقكم كذا هيك؟ حقوقنا كامله الحمد لله اشكر وما محتاج اي شيء. والله الحمد لله. تريد تقول فشي؟ لا سلامتك. ابد؟ انا اعتذر يعني ورده. مشاهد الكرام ما تعرفون ايش قد يعني هم الجو حار وهم دي يشتغل، تعرفون يعني هذا بعده مو بارد حار ودي يرتبه ويحاول يساوي حار تطلع من عنده حراره. ومع ذلك الرجل. 130 ساعه. اه يعني؟ اه 130
شوف على كل، خليكم ويانا بعد هذا الفاصل، نلتقي لغير مكان، وايضا نلتقي باخوه اخرين من اجل انه ما نضيع اي لحظه من اللحظات المنجز بهيج يوم. مشاهد الكرام، اكو نقطة كلش مهمة، استاذ محمد يريد يروح، قال لي انا مرخصتك وكذا وهيجي شيء، بس اكو نقطة قولها، دينبيني عليها، قولها، قول هيجي هيجي، قلت له خذ قولها انت، شردت تقول؟ اناشد السيد رئيس الوزراء المحترم محمد الشاع السوداني اللي اعتبره اني من انزه رؤساء الوزراء، اسمع ايش راح يقول، رؤساء الوزراء اللي جوي من بعد 2003، حلو، اني حافظ على الكوادر النزيهة. لان هناك عندنا كوادر نزيهه بدات تترك العمل، اللي يطلع تقاعد، اللي يروح يشتغل ويا شركات، ليش؟ لان هناك بعض الفاسدين دا يسرقون جهودهم، يعني ويسرقون جهودهم. انا اعطي مثل بسيط، احنا هسه كجهد خدمي حكومي صار لنا نشتغل 7 اشهر، ورا 7 اشهر يلا جتي المخصصات مالتنا والحوافز، يعني المفروض هاي كل شهر للمنتسب حتى يشوف انه دا يقدم خدمه. انا يعني شخصيا كل الجهود، انا داعش كل الجهود الحكومي اللي بارك الله بيهم وعلى راسهم رئيس الجهود دا يشتغل، لكن انبه هناك فاسدين موجودين في كل مكان يحاولون ينقلون صوره مو صحيحه للسيد رئيس الوزراء، وانا اتمنى من السيد رئيس الوزراء، يعني المفروض السيد رئيس الوزراء منين يحصل المعلومه حتى يكون يعني الصوره واضحه عنده؟ انا اتمنى حتى بتقييم المدراء العامين، حتى بتقييم الكوادر، يدز هو ناس مؤتمنين، هو مؤتمنين بدون اي علم لاي دائره، هو يدزهم يباوع بعينه، يكتب له التقرير يوصله اياه، واريده يوصل له التقرير عن طريق الوزير او عن طريق المدير العام، ويقارن بين التقريرين، يشوف هذا ايش كاتب ويشوف هذا ايش كاتب، اذا شاف خلل كبير كلش يدز على الاثنين حتى يشوف مدى المصداقيه، لان اكو حرامات هواي فلوس، طبعا بالمناسبه اكو تقارير تتقدم عن مثلا اليات مستورده او شغلات هي مو صحيحه، ما تقدم الخدمه، مجرد مثل ما قال السيد الرئيس وزراء البارحه بالاقامات، مجرد كومشنات وتالي تنشمر بالمخازن ما حد يستخدمها. فاتمنى السيد الرئيس وزراء يدز لجان خاصه من ناس مؤتمنين في مكتبه مؤتمنين، وكرر لا تابعين جهات معينه او مع احترامي للجهات السياسيه، يدزهم يكتبوا له تقارير له شخصيا ويقارن حكي معالي السيد الوزير والمدير العام بالتقرير اللي دازه من مختص، من مختص. هذا اطلبه وشكرا جزيلا. انت وين راح تروح؟ انا هسه والله اروح اتابع المشاريع الاخرى، يعني احنا مو عندنا مشروع واحد، واحنا دوامنا من 7 الى 10 ليلا، 10 ليلا يعني، وهاي 7:45. نعم، وهسه اروح اني للشغل للسريدات، ورا اطلع للتعالبه، ورا اطلع بلديه بوب الشام. طبعا بالمناسبه احنا يعني تلقى المهندس واحد مالتنا دا يشتغل رقابه ودا يشتغل تنفيذ، احنا صارت لنا خبره من التسعينات موجودين، وده ننقل خبرتنا بطريقه حلوه للمهندسين الاصغر من عندنا، اكو ناس ما ينقلون الخبره. هسه اذا طلعت تقاعد انت وغيرك 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 اللي عندكم خبره، من يعوض؟ انا هاي النقطه، انا حتى ورا يعني مرات عندي بعد مجال 4 سنين وهسه اذا طلعت تقاعد، لانه دا اشوف اكو ضغوطات وشغلات، ابقى اقول لا خطيه، خلينا نقول لهم الخبره، ما يخالف خلينا اتحمل، وفعلا اكو مهندسين. أنا طبعا انت مو كل اصابعك سوى، اكو مهندسين من الجيل الجاي، جيل يحمل رايه، نظيفين، نزيهين، انا كلش افرح من لو القى واحد من 10 من يجي المهندسين انقل له خبرتي وافرح، حتى اكون مرتاح انا واديت ضميري الوطني وشعبي. انا اشكرك جدا، الله يحفظك حبيبي، بالتوفيق وما لا، بس اريد اسمك و المهندس رئيس مهندسين اقدم محمد غازي فخري. تحياتي. ورده. زين مشاهدينا الكرام، النقاط اللي ذكرها كلش مهمة، كلش مهمة، أتمنى أنه واحد يعني يوقف عندها صراحة. على كل انتقلنا لهذا الشارع الآخر، أيضا أكو آليات موجودة، وظاهر التبليط الأول مثل ما تشوفون. أستاذ علي إذا تقدر ما أزحم عليك، السلام عليكم، شلونكم عيوني؟ شلون الصحة؟ مرتاحين إن شاء الله؟ لطفا سيد المهندس الله يخليك، بس من رخصتك، هذا التبليط شو يعتبر التبليط الأولي؟ الطبق الأساسي.
عين استاذ، هذا هذا التبليغ الطبقه الاساس 10 سنتيم من بعد اعمال السبويس واعمال الرصيف نبلغ طبقه اساس 10 سنتيم من بعد ذلك ان شاء الله يوم غد هاي الفراشات قاعد تشوفها قدامك يوم غد راح نبلش بالطبقه الثانيه اللي هي 5 سنتيم تعتبر سطحيه. اها طبعا كل المواصفات والنماذج فحص والمعامل يعني رصينه. بس استاذ محمد ذكر نقطة والله كلش مهمة. قال باعتباره هو يعني دارة اشراف. اي بالضبط، مهندس مرموق وعنده خبرة كل زينة وكذا وهيجي شيء. مثل هيك شخص عنده خبرة وكذا وإمكانية، إذا طلع تقاعد من يعوضه؟ والله هو يعني إن شاء الله هو العجلة مستمرة يعني. مستمرة. إي. لكن تعرف العجلة مستمرة تحتاج إلى النوعية. إي النوعية. تمام؟ ان شاء الله يتعوض يعني اكو مهندسين قاعد يعني واحد يكمل الثاني إيه. وان شاء الله واحد ليش الكل هم متعاونين الكل هم بنفس الروحيه من العطاء وهاي مشكله عندنا احنا يعني بصوره عامه مو إيه. كل يعني بنفس النوعيه بنفس العطاء إيه. إيه. بس يعني ان شاء الله العجله مستمره والمهندسين وكل الكفاءات احنا مو بس المهندس هو هذا المشروع إيه. المهندس وحده ما يقدر يسوي شيء إيه. الكوادر من السواق إيه. من اليات من صيانه من اشغال هي دائره واحده تكمل العمل. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شلون الصحة؟ الله يخليك مرتاح ان شاء الله. ها شو يسموها الآلية؟ بوكات. ها؟ بوكات. ايه شنو فائدتها هاي؟ تنظيف، للتبليط، بكل مكان نشتغل بيها. بالجبهة شو اشتغلت؟ تسوت؟ حبيبي ليش طفيتها؟ ليش خليها؟ من الصوت. اه زين، هاي بالجبهة شنو كان شغلها؟ بالجبهة على الطرق تفتح هاي اذا اكو صار شيء نشتغل. ايش وقت بالحشد؟ انا 2014 من الفتوى يعني؟ بدايه الفتوى اول يوم الفتوى انا رايح فيه. شو وداك؟ الغيره وامر المرجعيه. مو قاعد ببيتك؟ لا بيتك شو يصير ببيتك؟ اذا شوف طبوا على بيتك شلون انت تظل قاعد؟ حرام وطبل بيتك تظل قاعد لو تعاين علي؟ زين ممكن تنزع مناظرك؟ الله يحفظك. حبيبي اسم حضرتك؟ عباس. عباسي حبيبي. عباسي هواي قالوا يابا احنا شالنا وياهم مالتنا وخلينا احنا وكذا وهاي كل من يقعد ببيته ويسد بابه. لا غلط شلون يعني اذا واحد طبل بيته غريب نقص يريد يفلش مراقدك ويريد يدخل عليك وتبوا عليه ضميرك شلون يرضاه انت؟ واحد اذا ما غيره وضمير. وين المناطق اللي قاتلتوا بيها؟ اني شو اسمه بسبايكر وعبرت شو اسمه على الموصل والنوبه بالصينيه تكريت. معارك كان تصير طاحنه قويه؟ اي قويه كلش. زين هم سمعت انه الدواعش اكو هيك كلام يعني انه يريدون اكو جهات ترحب بعوده الدواعش للعراق. لا لا ما اكو شو والله مش حدهم يطبون بعد صدق؟ والله العظيم هذاك الاول اللي الواحد احنا تعنا له مو يتعنا لنا بعد. اه قوينا مثل اللي كان يقول لك اطلقوا صراحة فوق ال 1450 واحد. هلا بيهم اطحنهم بساعة. شنو خايفين منهم؟ قال يجي يطلقون 50 الف. اه والله العظيم شنو يعني؟ شنو راد الهي؟ ما طول بينا حيلة اهل البيت بينا غيرة اهل البيت ما نخاف من كل شيء. ليش جاي تنظف انت هنا؟ انت مقاتل ليش تنظف؟ خدمة للشعب، خلصنا قتال نخدم الناس. أحسن ما ظل قاعدين نجي خدمة للعالم. آه. والله، أما هذا جهاد ثاني هذا. إذا أنت فخور بشغلك. شلون لا ذاك الجهاد الأكبر وهذا الجهاد الأصغر. بديع. عندك أولاد؟ إي عندي. بالمدرسة؟ بالمدرسة. ياصف ياصف. ابني كبير ثالث متوسط والصغير خامس ابتدائي. وجه رسالة للسياسيين، وجه فد رسالة، أنت كمقاتل وكمواطن واليوم ده تشتغل خدمات وتبلط، فد رسالة للسياسيين، إيش تقولهم؟ والله أقول لهم عينكم على الشعب، ما أقول لكم على غير شيء، على هاي الناس التعبانة، دير بالكم على المناطق المنكوبة، المفروض أنتم تجون بعينكم تشوفونها، عمود الناس تبلطها وتقعد الناس تدعي لكم، بدل ما تقعد على الكرسي، اطلع افترى شوف المنطقة التعبانة. أنت قاعد ببيت ملوك إيجار؟ لا أنا إيجار. إيجار؟ قاعد ببيت ايجار وتدافع عن وطن. شلون؟ وطن ما عندك. الحمد لله والشكر. ما طول سالمين ونخدم الوطن كله يصحون. انا اشكرك جدا على قلبك. ورده بالتوفيق. هاي واحدة من النقاط. مقاتل بالحشد، يقدم خدمات ويشتغل وشارك بالمعارك وكذا وما عنده قطعة أرض يبنيها. ما أعرف. شو وقت أبناء الحشد يحصلون حقوقهم؟
قوه قوه دي يحاولون يحفرون بالصخر من اجل حصول حقوقهم، واكو جهات توقف بالضد من عندهم، ويوميا طالع لنا واحد هو ما استغفر الله يا رب بندقيه مش هايل، ويحكي على حشيد ويحكي على مدري شنو وكذا. ليش؟ محافظه على الوطن، ليش مقدمه وشهداء محرره والمحافظات الضحيه وسلموها. تفضلوا ابنه عمره، احنا قاتلنا وقدمنا دماء وشهداء، هسه انتم استلموا جدوركم. ليش هالطعن هذا بالحشد؟ ليش؟ اشكرك عباس، الله يوفقك، شكرا جزيلا، سلام لاخوتك كلهم، ونتشرف فيك. وكادر برنامج ابشر يقدر كل تعب وكل اذيه وحار اللي تعانون من عنده، ويحترم اللي تقدمه. شكرا جزيلا. والله سلام عيوني ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ؟ شلون الصحه؟ مرخصتك؟ تعال 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 بدي تعال اسولف وياك. تعال تعال تعال، انت تعرف تقاتل تمام ولا مو تمام؟ او تعرف تقدم خدمات؟ وكلمتين ما تريد تقول لي من قلبك؟ ايش اقول لك؟ يلا قول لي ايش تسوون؟ والله جاي مبلط غير. ليش تبلط؟ والله خدمه للناس هاي. جابرك شنو جاب؟ خدمه للناس هاي. ليش تخدم الناس؟ شنو هذول ناسنا وهنا؟ شلون ما نخدمهم؟ لا تخدم الا اذا ما خدمهم. لا ليش البعض ما يفكر بهالطريقه هاي؟ طبعا يدور فلوس يدور، ما عندك اعداء ما تنجح، هاي قاعده ثابته. وبالتالي انت تقدم خدمه وتقدم وتقاتل طبعاً. ايام القتال وين كنت؟ وين قاتلت؟ احنا قاتلنا بكلها، من الموصل، بيجي، شرقاط. انت شو وقت التحقت بالحشد؟ 2014 بدايه الفتوى المباركه. تذكر اول يوم التحقت فيه؟ اي. وين؟ شلون؟ بسامره. سامره؟ اي اخذت السامره. صارت العمليات مال التكريت. اول عمليات دخلنا بيها دخلنا على الدور والعلم، بس قبلها احنا بالعوجه وهاي المناطق حررناها، بس بدت عمليات الموصل من تكريت. واحنا واي من اصدقائك استشهدوا؟ اي والله. واي؟ اي والله. تقدر تذكر لي اسمهم؟ يعني كم واحد؟ والله عنده واحد صايم ومات بشهر رمضان استشهد. اي. شو اسمه؟ رياض. رياض. وين بيا مكان؟ بالبعاج. شلون بقناص بعبوه شنو؟ لا بوقتها كانت الشبكات مال الاتصال كلها طافيه. فمن دخلوا المنطقه حرروها جماعتنا سووا قالوا خلينا نفعل الشبكات على مود يصير اتصال بيناتنا. طلعوا الدواعش رابطين القنابل كلها على الموبايل، فهو اول ما دخل البيت طق عليه. واي راحت ناس شهداء. اي في سبيل الوطن والمذهب. شوف اكو ناس قدمت نفسها قربان للوطن، وانتم شهداء الاحياء هيك يسموكم، الشهداء الاحياء. بالمقابل عندنا بالعراق حراميه فاسدين يبوقون سراق، يبوقون جهودكم حقوقكم، يبوقون حقوق المواطنين الابرياء، ما يقدمون خدمات وهم في مراكز بالدوله. ذولا شنو وضعهم يعني؟ شلون المفروض واحد يتعامل وياهم؟ والله احنا ان شاء الله نقول حبلهم مو طويل، ما دام اكو ناس خيره وناس تشتغل وناس تجاهد، وان شاء الله ما يضيع دماء ذول الناس الابطال، وبدماء الابطال اللي استشهدوا راح نحرر الوطن ونخليه يمشي على مرامنا احنا اللي نريده. ما نخليهم هم على مرامهم. وبما يرضي ابناء الشعب العراقي كله. هاي بالدرجه الاولى منتهي منها. ان شاء الله. التعامل ويا الناس شلون تعاملوا الناس وياكم؟ والله الناس هنا يعني طيبه. 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 ما قصروا يعني لا باكل ولا بشرب، بيوتهم مفتوحه. من يوم ساعه تشتغل انت هنا؟ احنا دوامنا يبدا من الستة، وهسه عندنا يعني مثل ما يقول فتره يعني لود بالعمل، نبقى من الستة الصبح للسبعة بالليل. لو انعادت الكره مره ثانيه وجو الدواعش مثل ما دا نسمع، الامريكان اطلقوا صراحه عدد من الدواعش 1400 ما اعرف ايش قد على كذا بالحسكه على الحدود مويه الموصل بالكذا، فشو تقول؟ وتحتك اروح لهم بالكرك اللي نظبط به الشوارع. بالكرك اروح احرر المناطق اللي يستولون عليها. ما لهم وجود بعد بالعراق، وينهم؟ انتهوا. ان شاء الله ما يرجعون ما دام. ربما اكو جهات سياسيه تحاول انه تدعم مثل هيك شيء حتى البلد يصير به فوضى وما يصير به بناء ولا اعمار ولا انجاز ولا حزم ولا يعيش المواطن العراقي مرتاح. اكو هيك شيء عندنا معلش. صحيح. اكو هو لحد الان هم يحاربون اعداء النجاح، هم ذول اعداء النجاح، هم بالبدايه اعداء النجاح ذول. فاحنا نقول لهم بعد ما الكم بكان، ما الكم دور،
قضية. بالمقابل شو طلب من عندنا كمجتمع وكدولة وكحكومة وكناس بالدولة وكل شيء، ومدراء مدارس ومعلمين ومدرسين وأطباء وكل شخص يعتقد بنفسه أنه يقدم خدمة، شو المفروض شو يسوي حتى يكون صد منيع لمثل هي هكذا محاولات؟ لازم شو يسوي؟ التكاتف بيناتنا كشعب؟ أكيد هاي أول شيء هو التكاتف. إحنا ذات كاتفنا بيناتنا. هو الله سبحانه وتعالى يعني هو حتى بالقرآن. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كونوا كالبنيان المرصوص، واي آيات مذكورة بالقرآن. إحنا هذا القرآن خلاه أن الله دستور سبحانه وتعالى نمشي عليه. إذا اتحدنا وإذا هاي ما يخلي لا نخلي فاسد ولا نخلي أي واحد إن شاء الله بجهد هاي الناس الطيبة. شوف هسه من دا أسوي لقاء وياك أنت مقبلت قلت شحكي. حكيت واحد جاي طلع شفت والله اللي بقلبه طلعت هنا أنا. اي والله شفت اي والله يعني اكو شيء اكو تاريخ اكو شيء اي والله اكو تاريخ واكو ان شاء الله ان شاء الله تحرير واكو دماء ان شاء الله. احنا شو نقول احنا شو نقول نقول احنا هذا العمل الجاي نقدمه هذا كله بصفحه ودور الاعلام بصفحه واحده. انتم ان شاء الله تنقلون الصوره الحقيقيه اللي احنا جاي نشتغل قدامكم. انتم الصوره الحقيقيه، انتم الواجهه قدامكم. السيد السيستاني الله يحفظه شو يقول؟ قال وثقوا في اجهزه الموبايل او والتصوير، قال وثقوها لان يدري اكو بعد كم يوم اكو هجمه. يدري اكو هجمه، يدري اكو هجمه ورا هاي ورا تحرير المناطق اللي استولى عليها داعش، اكو هجمه. فقال وثقوا في موبايلاتكم وفي الاجهزه وبكل شيء، يعني مباشر عقبه تظهرونها لابنائكم للجيل القادم. هذا احنا حررنا مناطقنا، ما جاي واحد اجى غريب من هناك حرره، ما حد اجى، هو ابناء بلد. اسم حضرتك؟ انا صادق حميد بدر. يشرف بك. الله يشرفك. ورده. الله يخليك. انت على جهد الخدمه؟ على جهد الخدمه. ورد عيونك. الله يسلمك. اي مناطق اشتغلت بعد؟ يعني بالجهد؟ اي كل المناطق. ثعالبه اشتغلت؟ ثعالبه. السريدات؟ السريدات، واحد حزيران. كل المناطق. الله بالتوفيق ان شاء الله. ورده حبيبي، شكرا جزيلا، الله يوفقك. ورده ورده. ما قبل يسوي لقاء، شوفوا ايش حكى بعد هذا الفاصل. مشاهد الكرام، خلي شوية ناخذ اراء الناس، بالله خلي نشوفهم اللي يدخل للمنطقة شنو رأي. الله يساعدك. السلام عليكم. الله يساعدك. شلونك علمي؟ شلون الصحة؟ الله يخليك يا وردة. الله يوفقك. شو تقول بهذا الشغل؟ والله هو الشغل كلش جيد ونظيف وبارك الله بهم، بس الطلب صغير. تفضل. يعني ولا مو صغير، والله صعب هذه الشوارع، بس هاي الشارعين مذنة غير يكملون. يلا يكملوهم، خاف ما يجون يعني. لا عيوني الله. هذا الحشد نشكر الحشد ونشكركم. شكرا جزيلا. كملون الفرعيه واستلمون هذا وخلاص. شكرا جزيلا، اشكركم. انت راضي على الشغل؟ راضي على الشغل، يخبل وبارك الله بيكم. يقول لك اسعار المنطقه اختلفت. والله صحيح مو؟ اي بس اسم يعني خير من الله. شو اسمه؟ الحمد لله. نشكركم. العافيه عليكم. الله يوفقكم. الله يشكركم. ان شاء الله العراق في تطور وازدهاره باذن الله. مشكورين للحشد، مشكور لكم، مشكور اللي يعني هذا الشغل النظيف، بارك الله بيه. شو تقول لمحمد الشاعر السوداني؟ بارك الله بيه وخير من الله، الله جاب علينا. والله العظيم هذا جامل. لا والله هو خالي هم، انا مو سوداني. إيه والله نبارك بهم، هم الناس طيبين. يشتغل صح؟ صح 200%. وكل عظه وابط مضبوط، كل شغل نظيف وعمل حلو، بس هاي الشارعين اللي يسمونها. يلا الله كريم. شكرا. بالتوفيق بالتوفيق. يعني هاي رسائل مهمة مشاهدينا الكرام، نوصلها للسادة المسؤولين. شوفوا عيني من يصير شغل، خلف الله على الحشد، خلف الله على من أمر بهذا الموضوع. شكرا جزيلا للجهد الخدمي والهندسي، شكرا لسيد رئيس الوزراء على هاي الخدمات اللي وهاي القرارات اللي تخدم المواطن. المواطن انتهى تعب، أريد له أن يتعب، ذلك لازم يقدم له خدمات. شلون بهالطريقة هاي وبكل الطرق، المهم يقدم له خدمات زين. هسه راح يكملون هاي الأربعة وخمسين زقاق اللي هي كملت إن شاء الله بقت شارعين الرئيسية هذا واللي موازي إليه، يتبلط ويكمل وحسب الأصول تكمل المنطقة. سووا المي، سووا المجاري، وسووا التبليط. خوش
الله يسعدك. شلونك؟ على كل انا التقي يعني باكبر عدد ممكن. بس السلام عليكم، شو اسمك حبيبي؟ مسلم. شو تشتغل مسلم؟ ابيع غراض منزليه. انت من سكنه هاي المنطقه؟ اي. صار لها شقد هاي المنطقه منبلطه او مهموله؟ حوالي صار لها من 2010 لحد هاي السنه. وايه. اي. وبالتالي هسه الحشد دا يشتغلون ودا يبلطون وسووا ارصفه، ما تحكي لنا انت مشاهداتك شنو عنهم؟ والله احنا نشكرهم جزيل الشكر والله على سووا لنا مجاري، ارصفه، تبليط، مقرنص، سووا المنطقه حلوه. 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 حتى الاهالي شلون يحافظون على هذا الشيء؟ الاهالي لا تحافظ، هسه جاي ابو بالمنطقه الاهالي محافظه عليها. جيد. يلا انا اشكرك جدا. روح الله وياك، روح. روح الله وياك. خليكم ويانا مشاهدي الكرام، يعني هي الله يرزقك ان شاء الله. ها شو ما تشتغل؟ يا الله روح توكل. السلام عليكم. ابقى بالتكتك. ابقى بالتكتك. الله يسعدك. الله يسعدك. سالم شنو اللي انتم الحشد الامانه شنو شاكي؟ اللي تشوفه قبال عينك راضي عليه؟ طبعا راضي عليه. مكيف بي؟ اي. والله احتيت المنطقه من جديد؟ هاي حي الكوفه الثانيه. حي الكوفه الثانيه. نتمنى لهم الموفقيه الحشد الشعبي. إيه؟ على هذا جهودهم المبذوله. إيه؟ سوينا مجاري. إيه؟ سوينا ماي، وبقت عندنا بس الاعمده مال الكهرباء. هسه إيه؟ احنا الشوارع يعني نعمه خير من الله وبارك الله بيهم. إيه؟ نتمنى لهم الموفقيه. اي حجي هنا شلون الكراوي؟ ها كراوي هنا شلون؟ لا زينه. زين الكراوي الحمد لله زينه. زين تقدر شوي بس اقعد حتى اختم البرنامج؟ مشاهدي الكرام، يعني احنا الحلقه دي اشير لسيد المخرج بدأت تخلص. احنا حاولنا جهد الامكان انه نسلط الضوء على منجز بسيط من منجزات الحشد الشعبي، طبعا اكيد بقياده سيد رئيس الوزراء المحترم وكذلك رئيس هيئه الحشد الشعبي وكل الاخوه اللي يفكرون ببلدهم، يفكرون شلون يقدمون خدمه، يفكرون شلون ذول الناس البسطاء اهل التكاتك وغيرهم يخليوهم في حالة من الاسترخاء، يطلع من بيته، انتم ما تعرفون ظروفه شنو، يطلع من بيته تعبان، عصبي، اموره تعبانه، الواير مولده مشلوع، لو فد شيء، لو يردون من عنده فلوس، لو كذا، لو كذا، لو كل شيء، خلينا غاز ماكو، لازم يشتري، لو، يعني هاي الامور الحياتية اللي يعيشها المواطن العراقي اليومية، زين؟ مو؟ اي والله وهذا العمر. مواطن قدم ما قدم، قدم خدمات كثيرة. اجى الوقت اللي يرتاح في بلده، شلون يرتاح؟ الدولة لازم تخليه على سكة صحيحة. من تخليه على سكة صحيحة، قوانين صحيحة، تخدمه مو تأذي، تخدمه. بعدين شوي شوي علمه شلون يدفع ضريبة، علمه شلون كذا، شوي شوي. مو ابتزه من قبل البعض. ما اريد اعمم اني، ولكن عندنا حالات هواية مؤشرة. لازم المواطن العراقي يعيش في بلده مرتاح أسوة بالدول المجاورة. احنا احسن من عندهم، امكانياتنا احسن من عندهم، مو احسن من عندهم، لا ان شاء الله هم اخوتنا، قصدي امكانياتنا كدوله احسن من امكانياتهم كدوله. بالتالي نشيد ونكبر ونشجع ونثمن ونقدر كل الجهود المبذوله من قبل ابناء الحشد الشعبي وكذلك الجهات المعنيه والمهندسين واللي دي يشتغلون في المناطق ويبلطوها. اتمنى انه كل المناطق تبلط في العراق. ابن وجماعة سكنية بدت الحزمة الثانية الحمد لله والشكر. زين ودير باكم على اهل التكاتك، وانتم دير باكم على العالم الكراوي ان شاء الله. الله عليكم ان شاء الله. هسه تصعد ابو توك توك جابه منا لين اقول لك 2000 شوية. انت مرقم التوك توك ماله؟ شلون هاي رقمته؟ سهولة لو صعوبة؟ لا بسهولة رقمته وهاي عافية كلفت علي. هذا هم فد موضوع ثاني ان شاء الله نناقشه. على كل اتمنى لك التوفيق حجي. اشكرك ربي وردة. يحفظك. شكرا جزيلا. الله يخليك. رحم الله والديك. وردة بارك حبيبي. الله فيك. الله يخليك عيوني. مع السلامة. وردة. مع السلامة. مع السلامة. وبالتالي مشاهدينا الكرام، يعني احنا حاولنا جهد الامكان انه نسلط الضوء على هاي المنطقة، حي الكوفة اللي هو صاير بين حي اور وكذلك مدينة الصدر. شكرا للجهد الخدمي، شكرا لكل الاخوه الموجودين، شكرا لكل من يقدم خدمه. الله يحفظ العراق، الله يحفظ ابناء القوات الامنيه، الشرطه الاتحاديه، وزاره الداخليه كلهم، وزاره الدفاع وكذلك الحشد الشعبي. الله يحفظ كل شريف. الهجمه مستمره على العراق، الهجمه والمحاولات لخلق وضع مرتبك بالعراق موجوده لحد الان. زين؟ وبدنا نسمع.
ايش دا يصير وكذا وهيك شيء ما ادري تريدون تعيدون القصه من جديد ما داعش. سمعتوا الاخ صادق ايش قال من الحشيد؟ والله بالكرك اللي ينظف بيه المنطقه اروح عليهم بالكرك. ابو عزرائيل الله يعطيه الصحه والعافيه يقول جيناكم بالبايسكل هسه بالكرك اوكي. على كل ما يارو هاي هم ان شاء الله تلقي لها حلول يعني ما تبقى بهالطريقه هاي اوكي. هسه خوف الله عليهم دي يقدمون خدمه وكذا وهيك شيء ولكن مفروض غير شكل الامور تصير. على كل انتظرونا في حلقات اخرى من برنامج ابشر ابشر يا عرق.